الله يبارك. هذا في الخير ان شاء الله سي الوزير. من هذه المحاور وهذه المشاريع اللي حنايا تفقدناهم، كاين المحور الاول والمقطع الاول هو الطريق الجنبي لمدينه المهير، واحد في لطريق الوطني رقم 5، وحتى الطريق الوطني رقم 60 ألف اللي هو يعتبر كذلك محور اساسي للمسافرين مستعملي الطريق المتوجهين الى الجزائر العاصمه والغرب والى الشرق كذلك الجزائري يستعملوا هذا الطريق. وكذلك كاين الطرقات الأخرى كطريق الاجتنابي للعناصر وللليمور، وأنا نقولها شرشار الحسنوة. هذو يا كذلك كاين تفقدنا مشاريع لاجتناب هذه التجمعات السكنيه، واللي كان يكون ضغط كبير في المرور.